مع الترجي في تونس كان له المكسب. المباراه دي صعبه ولكن اكيد حظوظ النادي الاهلي كبير. دايما حظوظ النادي الاهلي كبيره، يعني في معظم الاحوال انت المرشح الاول، خلينا نتكلم دايما هو النادي الاهلي، لكن طبعا مباراه الترجي مباراه صعبه، بيلعب هناك في الترجي. خلي بالك برضو هم متصدرين المجموعه، النادي الاهلي عنده طموح انه يكسب هذه المباراه يتصدر المجموعه طبعا. اعتقد المشوار الافريقي ماشي بشكل جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مباراتي تاون شيب دول ظبطوا، يعني رغم يمكن المباراه الاولى، خلينا نتكلم بس في مراحل معينه ما تتكلمش على الاداء. تمام. في مراحل معينه انت محتاج انك تلم بوينتس، لان ممكن جدا تلعب مباراه جيده جدا على مستوى الاداء وتغلب واخرج من البطوله. لا، في اوقات معينه انت محتاج فعلا انك تكسب، محتاج بغض النظر انت بتلعب كويس بمستحوذ، لكن انت الغرض الاساسي تكسب، وده اللي عمله النادي الاهلي. مباراتين 6 نقط بغض النظر على الاداء، حطه تاني في الريز او في السباق، ودخل تاني دلوقتي ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه يعمل نتيجه ايجابيه ويتصدر المجموعه، وده الهدف الرئيسي، يعني اعتقد هو ده الهدف الرئيسي. اذا ذكر رادس ذكر، يعني جمهور الاهلي عندي سعاده كبيره. صحيح. وبرضه المنافس الترجي فرقه محترمه وحط ده في الحسبان. طبعًا. البدايه كانت امامهم في البطوله الافريقيه، الاهلي عمل كل حاجه ولكن برضه كان سيء الحظ ونجح الترجي انه يخرج من هنا بتعادل. مظبوط. ما زي ما بقول لك، هي مباراه هناك خلاص، انا في اعتقادي النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ما عندهاش الضغوط العصبيه انها بتلعب في تونس او بتلعب في افريقيا، خلاص الموضوع ده اعتقد منتهي بشكل كبير جدا، خبرات كبيره جدا. لكن ما فيش شك انك الاسم بتلعب بره ارضك، ده بيدي اولويه لصاحب الارض شويه، لكن النادي الاهلي بقول لك، وانا في اعتقادي حتى مباراه النجمه ديت هتبقى كانت مفيده قوي لمباراه الترجي، انك حتى تلعب مباراه وتتعادل فيها، فدي زي ما بقول لك بتزود الروح المعنويه شويه وبتزود تركيز اللعيبه، حتى لو كان كده كده مركزين، لكن كمان بتزود انك لا خلاص انت متعسر في مباراه، المباراه اللي جايه ان شاء الله لازم تعوض فيها وترضي على الاقل طموحك انت، وكمان دي يكون في جو مناسب للمباراه اللي جايه، يعني ان شاء الله مكسبنا مباراه الترجي هيدي اريحيه وهيدي ثقه في النفس لمباراه الدوري القادمه ان شاء الله. الصحف التونسيه رغم التعادل اللي حصل في المباراه الاولى، يعني منشطات الصحف التونسيه النهارده رادس عاصمه الاهلي، الاهلي قادر، الترجي يجب ان يكون حذرا، فشايفين برضو ده واصل طبعا. ده واصل، هي واصل للجماهير، واصل للاعلاميين هناك، واصل للجهاز الفني واللعيبه ان مباراه النادي الاهلي مش سهله، وعارفين قد ايه النادي الاهلي المباراه الاولى يمكن كان متعسر شويه، حظه كان وحش جدا بالزبط. رغم انه كان مستحوذ على المباراه بشكل كويس لكن ما قدرش يكسب، فده طبعا زي ما بقول لك ده واضح وواصل هناك، وده كمان بيدي مسؤوليه اكبر على النادي الاهلي، يعني انت لو هناك الناس مستهتره شويه او قال لك الاهلي مش في حالته، ده بيدي نوع من انواع كمان التحدي للنادي الاهلي ان هو يثبت انه على قدر هذه المسؤوليه. وزي ما بقول لك مباراه صعبه مش سهله على المستوى كمان الفني، مباراه والفريق كده مفتوح، يعني حتى طبعا لا هم حتى الجهاز الفني للنادي الاهلي كان فيه العناصر اللي موجوده، بتشوف الترجي وهو بيلعب الاتحاد طبعا انت شايفه بشكل كبير، وهم شايفين برضو الاهلي مع تاون شيب، وشايفين الاهلي مع الاسماعيلي والمصري، خلاص الدنيا اتفتحت، يعني ما بقاش على ايامنا زمان الله يرحمه كابتن جواري كان بيتعذب عشان يجيب شريط فيديو ونتفرج على بالظبط، خلاص لا الامور دي كل الامور كلها مفتوحه والناس عارفه كل فرقه بتلعب ازاي ونقط ضعفها، ولكن انت تحط بقى البلان وتحط الخطه المناسبه للمباراه ديت بتوقيتها بالعناصر الموجوده عندك بعناصر الفريق في اخر مباراه، فدي يمكن الحسبه اللي بيحسبها المدير الفني. هم عارفين طريقه، كل حد عارف طريقه النادي الاهلي، واحنا كمان عارفين طريقه الترجي طبعا، لكن اللي بيتحسب في المباراه دي حاله اللاعبين عامله ازاي، الشغل الفني على المستوى الدفاع والهجوم يبقى عامل ازاي، هي دي النقاط اللي بيشتغل عليها المدربين بجانب طبعا اداره المباراه نفسها، وده الاهم يعني يوم المباراه ده اداره ده المباراه ده الاهم ده يعني ده ده ممكن تحط خالص. بلان حلو قوي هنلعب بالطريقه ديت وهيكون شكلنا كده، الله يصاب لاعب يطرد الدنيا تبوظ، ممكن جدا المنافس لعب بشكل مختلف او ظهر بشكل مختلف، طريقه ادائك جوه الملعب ادارتك للمباراه هي دي اللي ممكن تفرق كتير جدا.